حبايب قلب بسابيسو عائلة يلا نخس، دمتم يا رب بألف خير وحلقة جديدة من العيار الثقيل على شاشتنا الجميلة، شاشة الصحة والجمال HBC. عائلة يلا نخس، يلا جمعوا وهاتوا لنا كده ايه الورقة والقلم او كشكول. اشمعنى انا بجيب لكم كشاكيل؟ عشان النهارده هنتكلم في حاجات مهمة جدا جدا جدا. انت على طول بتقول لنا كده يا بسابيسو، لا والله هنتكلم بجد في حاجات مهمة. وبعدين هو في حلقة انا اعذروا كلمة انا ما اتكلمتش عليها في حاجه مهمه بصراحه؟ لا صح ولا لا؟ لا انتوا اللي تقولوا بصراحه، لا انا برد يعني على نفسي. طيب زي ما انتوا شايفين في كورس غريب معانا، طبعا انا سبق وقلت ان كل الكورسات عليها كل المواد الفعاله الجديده، وانا مبسوطه بيها بصراحه جدا عشان خاطركم. فدايما لو احنا دلوقتي احنا معانا النهارده كورس العظام الخاص بعائلة يلا نخس او الخاص بيا بخاص ببرنامجي، وكورس التخسيس. كل المواد الفعاله مش موجوده غير في الكورسات الخاصه بيا فقط لا غير. طيب عشان كده دايما بقول لكم لما تيجوا تكلموا الفريق الخاص بيا او الفريق الطبي من خلال الارقام اللي على الشاشه اهي. طيب دكتور بسمة، احنا لو لقينا الخطوط مشغوله نفس الارقام واتساب، يعني نقدر لو انتوا عايزين تكلموني على الهوا تقدروا من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. عايزين تبعتوا لي على الواتساب نفس الشيء برضو من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه قدامكم، اكتبوها بقى صوروها. طب يا دكتور بسمة احنا كل شويه يعني ممكن في حلقات تانية، ده سؤال اتسال لي وسؤال نبيه هرد عليه، بنشوف الشبيه للكورسات وكده وكده. ماليش علاقه باي كورسات غير، حتى لو شبيهه، غير بالكورسات اللي انا بطلع بيها في برنامج يلا نخس. اي مواد فعاله انا حباها وشايفه انها هتنفعنا جدا جدا، سواء في العظام سواء في التخسيس سواء في الشعر والبشره، هتلاقوها موجوده معايا، لان دايما بحب اضيف الافضل واشوف ايه اللي احنا محتاجينه عشان نكون بصحه كويسه. وده اهم حاجه في البرنامج، ان انا اعوذ كلمه انا الحاجه الكويسه اوريها لكم. يعني ممكن يكون حد كويس جدا مش واخد فرصه يا عيني، مثلا صوته حلو جدا جدا، شوف ده ملوش علاقه بالتغذيه والعلاجيه والصحه والكلام ده، لا عادي جدا. لو جه حد قال لي انا كذا بغني وصوتي حلو جدا، او مش عارف انا شغال ايه وبعمل ايه ومش واخد فرصتي، لو حاجه كويسه هعرضها، يعني ننفع بعض، على وعسى لما انفع حد يجي بعد كده قدام ربنا يعني اخد بقى حسنات، ربنا يوقف لي دايما ولاد الحلال، ودايما عائله بسابيسو تكبر يا رب وتبقوا دايما حبايبي. وربنا يعلم يعني انتوا عيلتي بجد، عشان كده دايما بقول لكم قولوا للفريق بتاعي احنا من عائله دكتور بسمة، ده شرف ليا عشان انتوا بيتحط تحتكم 100 خط. طيب احنا كده عرفنا طريقه التواصل، ورغيت شويه كده نخش في الموضوع. يا لهوي انت ما خدتيش في الموضوع اهو، هرغي براحتي ماليش دعوه. كورس العظام نفس العرض بتاع كورس قشور الاسباجول، كورس التخسيس، خصم 45% على كورس العظام، على الكورسين، مش كورس واحد لا، ده الكورسين مع بعض عليهم خصم 45%. تقدري تجيبي انت وجوزك، انت وبنتك، انت واخوكي، انت وسلفتك، لا سلفتي ما بحبهاش، طب خلاص انت وخطيبك، انت واللي انت بقى معاه بقى ايا كان، لا انا هجيبه لوحدي براحتك، تقدري تقسميه. يعني 2 كرسي يا بسابيسو عليه خصم 45%، مش بس كده، وكرس كامل عظام هديه، كورس كامل عظام هديه. انتوا متخيلين كورس كامل نفس الشيء، كورس قشور الاسباجول. انت ليه بتقولي قشور الاسباجول؟ عشان من اكتر الاعشاب اللي انا بحبها قشور الاسباجول، بحبها قوي، لان هو ده بالنسبه لي العمود الرئيسي للكورس. ليه؟ بيحل مشاكل الجهاز الهضمي والمعده. انا تمام، انا اقدر كده احرق دهون، انا اقدر كده احافظ على الغده الدرقيه، احافظ على الحاجات اللي فضلالي في جسمي، انشط الدوره الدمويه، فالقلب ينبض ويرتخي براحته، فالضغط العالي ينزل، يبقى انا كده علاقه الضغط وبعالج ايه بعد الضغط يتعالج، يبقى كده على طول الكوليسترول بيتعالج لو عالي، وفي نفس الوقت السكر. طبعا انتوا عارفين الكشور كانت اهي على الشاشه، كشور الاسباجول. يعني انا شكرا جدا استاذ حمدي، لان دايما لما بقول اسامي الاعشاب بتطلع عشان تبقوا عارفين كل حاجه موجوده انتوا بتاخدوا ايه، وده يعني بحب اشرح دايما عشان خاطر ما يبقاش ايه حد مش فاهم حاجه، هو كده لازم تفهموا جوه. احنا نطلع من هنا دكاتره، لان في ناس بتقلدني مش مشكله. حد من العيله مره قال لي دول اعداء النجاح يا بسابيسو، والنبي بحبكم، خدوا بص على الهوا. طيب يبقى دلوقتي كشور الاسباجول بتعمل ايه؟ بتنشط الاوعيه الدمويه. قلنا يا عيله يلا السؤال، لما تنشط الاوعيه الدمويه ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ الله ينور، الضغط ينزل. ايه ده ليه بقى؟ ان شاء الله الاوعيه الدمويه اهي، الدم ماشي 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 ودخل بكل سلاسه، بتفتح الاوعيه الدمويه بتنشطها، فالدم دخل الانبوبه بكل سلاسه بكل راحته خالص. الراجل دخل راح للقلب اداله دم واكسجين، وبعد كده لف على كل اورجانز جسمنا، اعضاء جسمنا، وادالهم دم واكسجين. هيصوا يا اعضاء، هيص يا كبد، وهيص يا كلى، وهيص يا قولون، وكله كله. فكل عضو في جسمنا يشتغل بكفاءه. وبرغم ذلك مستشفيات دلوقتي بقى يتعمل مستشفيات خاصه بتليف الكبد، ومستشفيات خاصه بالغسيل الكلوي. يعني ربنا يسترها معانا جميعا. ادخل اشوف حاجات غريبه، يعني والله العظيم. غسيل كلوي ليه؟ ليه سبتي كليتك ليه؟ طبعا انتوا عارفين بعد الغسيل الكلوي يهلك وبعد كده تسبب وفاه. نفس الشيء الكبد لو جاله تليف هنعمل ايه؟ تقعد بقى تاخد في ادويه في ادويه في ادويه. عشان كان في حد عندنا في العيله يعني كان بيغسل كلى، كنت زعلانه قوي قوي قوي. فخدوا بالكم يا جماعه من الحاجات دي، دايما بقول لكم الكبد والكلى دول ولادكم، خدوها كده ايه يعني معلومه كده على الماشي في ذهنكم، وتعلموا ولادكم ده ولادكم. والكبد والكلى بتاع ابنك وبنتك دول برضو ولادك. الاتنين دول بيتضروا قوي قوي من اي اكل بناكله، مش بس الناس التخينه، مش بس الناس اللي بكروش، لا خالص. اي اكل بناكله الاتنين دول بيتضروا، الكبد والكلى. ولما بيتضروا بيعملوا باقي كل المشاكل، تعب المعده، تعب القولون بقى، والامساك او اسهال، وتعب القلب، والكوليسترول LDL العالي، ومشاكل وقوع الشعر، وتقصير الاظافر، والكرش العنيد بدهونه العنيده. دايما بيقولوا على الكرش والبطن علميا ان دي الدهون العنيده، عشان كده دايما البطن دي اخر حاجه بتنزل معانا. ليه يا بسابيسو؟ عشان دي الدهون العنيده. الدهون العنيده اللي في البطن دي هي اللي جابت لنا السكر. هنا ديابيتس تايب 1 او تايب 2، كلمينا عربي حتى ابوكي، انا ابويا ميت الله يرحمه. يعني سكر نوع اول ونوع تاني. الكرش اللعين او هذا الكرش والبطن المليء بالدهون والسموم يسمى الدهون البيضاء والعنيده. ده اللي جاب لنا انسولين ريزيستنس، يعني اهو بقول كل حاجه اهو بترجم اهو. مقاومه انسولين، سكر نوع تاني، فاتي ليفر. فاتي ليفر يعني ايه؟ كبد دهني. ترايجليسرايد يعني ايه؟ دهون ثلاثيه على الكبد. طول ما في بطن وجناب. ايه ده؟ انت ما قلتيش الكلام ده. لا هنسيبك احنا ونمشي. لا ما تسيبونيش، اقعد ارغي لوحدي ولا ايه؟ خليكم. انا قلت قبل كده محيط الوسط، محيط الوسط هو محيط الوسط الجزء ده بس، البطن بس؟ لا لا يا ماما مش مامتي انا، لا انتوا كلكم. يعني محيط الوسط جناب وبتاع، اللي حد عنده جناب بقى وبتاع ياخد باله بقى. قومة انسولين على طول، حللوا وشوفوا. بيني وبينكم من تحليل يا عائله يلا نخس، ما تزهقونيش في عيشتي، كل عائله بسابيسو رجعوا كلموني يا دكتور بسمه ده طلع كده، ونقص فيتامين د 3، هتلاقوا عندكم نقص فيتامين د. فيتامين د لازم يكون 50 فيما فوق، يعني ويبقى 70 كمان. محدش يجي يقول لي انا 20 و10، اقول له روح يلعب بعيد يلا يلا. امال ليه فيتامين د موجود في قشور الاسباجول، في كورس التخسيس، في الكبسولات، وفي الفوار؟ ليه؟ فيتامين د بيسموه الاطباء والعلماء البري هرمون. البري هرمون يعني ايه؟ يعني ده المسؤول عن هرمونات الجسم. اوبا، اقفوا لحد هنا. يعني ايه هرمونات الجسم؟ هرمونات جسمنا لما بتتلخبط ايه اللي يحصل؟ ايه؟ بتروحي تقولي لجوزك طلقني يا حماده والنبي ما انا قاعده معاك، صح؟ مالك بس يا فوزيه، ما احنا كنا كويسين، لو النبي ما انا قاعده معاك، عشتك تقرف وخد عيالك اهو. وفجاه كنت كويسه لقيتي نفسك متجننه على حماده او ابو محمد جوزك، يعني الاسامي دي جت في بالي كده. هو يقول لك يا فوزيه حرام عليكي العيال، لو النبي ما انا قاعده لك، طلقني يا اخويا. فجاه ده ايه اللي اسمه ايه؟ الجنان المشعوذ، الاسترس، مودك، المود بتاعك قلب، فجاه مزاجك قلب. ده كده يبقى ايه؟ حصل لخبطه في هرمونات الجسم. طيب الشعوذه والجنان اللي حصلت دي يا بسابيسو، اللي هي اروح اتخانق مع جوزي واتخانق مش عارفه مع مين وكده، ده لخبطه هرمونات. انهي هرمون بقى بالظبط؟ الكورتيزول، هرمون الاسترس. هرمون الاسترس بيطلع من المعده يروح عند النافوخ، يقول لي تيك تيك تيك، تدي اشارات تحس ان انت مكتئبه مخنوقه. بتيجي تذكري للولاد، انت غبي يا ابني افهم بقى، وتقعدي يعني تطلعي غلبك في الولاد ولا في جوزك، ولا تقعدي تزعقي مش عارفه مع مين ولا مع مين ولا ده كده هرمون الكورتيزول عندك عالي. ايه سببه ان انا بقى مش عاوزه كده؟ واحد، لو احنا عندنا نقص فيتامين د 3 ووقت الدورة الشهرية، عشان وقت الدورة الشهرية أو وقبل الدورة الشهرية من 3 ل5 أيام بيحصل تغيير في الهرمونات. ويعني بصوا والله العظيم ده احنا غلابة قوي، وقت الدورة كلها لو بتيجي لك 3 أيام أو أسبوع، وكمان قبل الدورة ب3 أيام بتكوني مشعوذة، بيطلع لنا هرمون الكورتيزول. بس احنا ممكن نسكن ده، لو احنا نزلنا الهرمون ده مش هيجي لنا الشعوذه دي، وهنبقى مزاجنا سوبر بريفكس على المفتاح في كل الاوقات، وقت بقى البيريود ووقت الدوره الشهريه او الاوقات العاديه. ازاي؟ اصحاب الكروش، ده انا ما بقولش اوزان كمان، كل اللي وزنه زايد عن 5 كيلو، تمام، فوق ال 5 كيلو، الحلقه دي بتاعتك. اللي زايد 5 كيلو فيما فوق الحلقه دي بتاعتك. حضرتك عندك هرموناتك متلخبطه، ما عندكش فيتامين د ناقص في جسمك، التحليل بتاعه غالي يعني، بس انا بقى بعرفكم لو رحتوا عملتوه معاكم فلوس وبروحوا هتلاقوه ناقص. عشان كده ما ينفعش اديك كورس تخسيس او عظام ما يكونش فيه فيتامين د. ما انا هديك كورس مثلا تخس وعظامك، انا بجدد الجضاريف والمفاصل، في الاخر تقول لي اجي اقول لك هات بقى فيتامين كذا وكذا من الصيدليه، هتقول لي ايه ده؟ تقول لي والنبي يا اختي ما انا جايب حاجه، ما ينفعش يعني، فاهميني؟ والحمد لله، الحمد لله والشكر لله، العروض مخليه كل عائلتي مبسوطه، والحاجه بتيجي لحد الباب البيت، والفريق بيتابعكم، فيعني انا بشكر طبعا الفريق جدا جدا. تعالوا طب ناخد ياسمين من المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا سمسم؟ عامله ايه يا دكتور؟ ازيك انت حبيبه قلبي؟ من اشد معجبينك يا دكتور. يا روحي الله يخليكي يا رب دايما كده. أنا جبت من عندك منتج يا دكتورة، ماشي عليه لي أسبوع. أنت من قولي لي يا ياسمين، أنت عائلة إيه؟ من عائلة مين؟ لسه مبتدئة من العائلة بتاعتك. يلا عائلة يلا نخس؟ أيوه. الله أكبر، إن شاء الله العائلة تكبر، عائلة يلا نخس أنا عايزة أكبرها. بس المشكلة عندي بطني. المشكلة بطنك؟ أيوه. باخد الكورس زي ما أنت قايلة الفوار. امتى؟ سمعي بقى شاطره، ما اشوف مذاكره ولا مره في الظهر زي ما انت قلتي، على نص كوبايه ميه وتاخديه وبعديه كوبايتين ميه. انت لما كلمتي الفريق قلت لهم ايه؟ لما جيتي كده تاخدي الكورس. طلبت الاوردر وداني لغايه البيت، قلت بتاع الدكتوره بسمه. قلت لهم ايوه بالظبط، عشان خاطر ابقى مطمنه ان الكورس اللي معاكي ده تبع. ايوه عشان ايوه ادام وكبسونه في الصبح وكبسونه في الليل. الله ينور، يبقى احنا كده بناخد الكبسولات، واحده الصبح بكوبايه ميه كبيره قبل الفطار. ايوه. والكبسوله الثانيه قبل العشاء بربع ساعه او نص ساعه بكوبايه، ما اي حاجه تاخديها بكوبايه ميه كبيره. طب انا كنت عايزه اسال الاكل افهمك حاجه الاول. والفوار قبل الغدا بنص ساعه لنص كوبايه ميه، وتقلبيه كويس وتسيبيه دقيقه على جنب، بعد كده بتشربيه. بعديه على طول لازم بعد الفوار ما تشربيه كوبايتين ميه كبار تشربيهم وراه. ما هو ده اللي بعمله، بس مش عارفه اكل ايه. كل اللي انت عايزاه. انا باكل نص رغيف بس الصبح، كمان ما يكملش نص، ربع. وانت ما شاء الله بقالك اسبوع ماشيه عليه بانتظام. الاسبوع ماشيه عليه بانتظام، لسه ان شاء الله هتشوفي حلويات. طب قولي لي كده، اول الاسبوع بان حاجه في الصحه، في الطاقه مثلا، في لا لسه شويه. المشكله عند البطن. بطنك انا اكتر حاجه مضايقاني بطني. انت الدهون كلها في البطن. في البطن يعني جسمي مفيش اي حاجه غير ازيد من بطن، منطقه كبيره. من والده كمان 3 مرات قيصري. يا حبيبتي والله يا 3 مرات كمان، ده انا مره واحده بس والله قيصري بنت الله يرحمها، وكنت يعني مهلكه بموت. الله يعينك. يعني اسمها ايه دي؟ طب يعني مثلا شربت شاي، نسكافيه، الحاجات دي، عصير، كلت ليكي كوبايه واحده. وحاولي لإلا تحطي سكر دايت اي نوع، فاهمه؟ او حطي سكر دايت معلقه واحده بس اي نوع. انا كده تقطعي السكر خالص. بتقولي ايه؟ انا كده بشرب الحاجه من غير سكر. حلو، والنبي انت بنت جدعه. بشرب من غير سكر. ده كلام الناس الضعفاء قدام السكريات والكلام ده، بحطوا سكر دايت بس هاتوا نوع نضيف اي نوع. ما انا ما اعرفش. انا عندي 25 سنه. ما شكلك صغير، صوتك صغير خالص. ايوه عندي 25 سنه. انا حاسه ان انا شايفاكي. طب اسال يا دكتوره، ممكن ابني ياخد منه؟ ابنك عنده كام سنه؟ 12 سنه. 12؟ وزنه ايه؟ هو مشكلته برضك البطن، هو ما فيش جسم غير البطن. بطنه عالية قوي ولا؟ لا عالية، هو 43 كيلو. 43 كيلو. تعرفي طوله؟ هو طولي. طب انت طولك كام؟ بتقولي ايه؟ انت طولك كام يا ياسمين؟ صراحة مش عارفة، بس انا طويلة مش قصيرة. طولي كده يا ياسمين؟ طولك ايوه، ايدي اطول منك. انت ايه؟ ايدي اطول منك تاني. لا انت ما بتعرفيش، انا طويله في الحقيقه. انت عشان شايفاني من التلفزيون مش كده. لا انا 171. انا عارفه طولي، انا 171. شوفي انت بقى ايه، شوفي هيدي طولك يا دكتوره، بصيت عليكي في الشاشه طولك. يا بنتي طول اهو، طويله والله. انا طولي عامه 171. طيب هو طولك بسم الله ما شاء الله طويل، حلو جدا. طيب ياخده عادي وعنده 12 سنه، مفيش اي مشكله. ياخد عادي. البطن دي غلط عليه. طب يا دكتور ممكن احط منه في اي حته في جسمي، في الصدر، في كل يعني الاماكن دي اتخسست؟ ده اللي هو الكريمات. طبعا، بس ما تحطش على البشره، على الجسم بس. ما انا عارفه ما تحطش على البشره. طب احطه على البطن استخدمه ازاي؟ بتستخدميه بقى، عارفه الكريم اللي مكتوب عليه نحت وشد الجلد؟ هو ده. عايزاكي تمشي عليه لمده اسبوع، كل يوم بالليل قبل ما تنامي. العلبه البرتقالي دي؟ البرتقالي. اصلا انا مش هنا، من السعوديه. يا روحي بجد؟ متهوره معاك في الكلام شويه يا حبيبه قلبي. وانت انت من السعوديه؟ سعوديه. طيب ماشي. طب ما انا بابايا الله يرحمه من المنيا، صعيدة زي بعضينا، بس انا ما رحتهاش قبل كده. يبقى بصي، العلبه البرتقالي تمام، بتدهني على كل الاماكن في جسمك براحتك، ودهني كويس على البطن يا ياسمين، سامعاني؟ ايوه. وتسيبيه يمتص، ما يعني سيبيه يمتص، مش على طول تقومي لابسه هدومك عشان خاطر ما يروحش كله في الهدوم. ولو في عندك اي كيسه عارفاها فاهماني، لفيها بقى على وسطك ونامي، والصبح اصحي ما تعمليش حاجه، شيلي الكيسه وخلاص. طب والخطوط اللي في البطن دي ينفع معاها الكريم التاني؟ الكريم الازرق بقى التاني للخطوط اللي في البطن دي. ايوه. بصي بقى نعمل ايه، تحطي الكريم الازرق الصبح والكريم البرتقالي بالليل، اهو صورته كمان على الشاشه. ده بقى للخطوط اللي موجوده في بطنك او في الجناب او في منطقه الثدي. طب ويبان معانا كده يعني، ابرد عليك قد ايه يا دكتوره المنتج؟ بصي مشيتي معاكي بسم الله ما شاء الله، واخده العرض ال3 شهور. ايوه. بس ده حلو جدا، افضلي ماشيه على ال3 شهور دول، وبعد كده هقول لك هنعمل ايه. لا تقلقي. مين؟ وبعد كده هقول لك هنعمل ايه. ماشي يا دكتور، بتاعتك معايا. ما تقلقيش، وان شاء الله ان شاء الله هتبداي بقى، يعني احنا لسه في الاول، هتشوفي فرق كبير قوي ان شاء الله. وانا معاكي اي وقت، عايزه محتاجه حاجه ليكي او لابنك كلميني على طول. متشكره جدا ياسمين من المنيا، شكرا جدا جدا. ابنها عنده 12 سنه، طبعا ما فيش مشكله يقدر ياخده. بطنه عاليه، ده كارثه، ده بطنه عاليه يعني هقول تاني اهو، نقص فيتامين د، ما عندوش فيتامين د في جسمه. بعد الشهر طبعا عليه مقاومه انسولين، يجي له مقاومه انسولين، ده لو ما كانتش عنده يعني. ودهون على الكبد، دهون ثلاثيه على الكبد. بعد كده طنشنا الكرش والبطن العاليه، بتدخل الدهون تعمل ايه؟ تترسب على ايه؟ جدار الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه دي ايه يا بسابيسو؟ اللي بننشطها بالنتريك اوكسيد اللي موجود في الكورس التكسيس بتاعي. عشان ننشط الاوعيه الدمويه محتاجين نتريك اوكسيد. نتريك اوكسيد موجوده فين؟ موجوده بنسبه كبيره جدا في قشور الاسباجول، وموجوده في الكبسولات وفي الفوار، لازم في الاثنين طبعا عشان ننشط الاوعيه الدمويه. فالدم لما يروح للقلب يشتغل بكفاءه، ما يحصلش نهجان، القلب بيدق بسرعه، يا خرابي يا عرابي قلبي هنعمل ايه يا ناس، فاهمين؟ فلازم الاوعيه الدمويه تكون نشطه، لان الدهون بتدخل تلزق جلو كده، تلزق على جدار الاوعيه الدمويه، فما تخليهاش تعمل. فايه اللي يحصل لها؟ ما تخليهاش تروح توصل نقطه دم، لحظه دم، معلقه واحده حتى، شويه دم واكسجيني والنبي اوعيه ابدا، والنبي ابدا شيلوا لي الناس اللي على اكتافي ملزقين فيا دول. بيعمل بيضيق الاوعيه الدمويه، بتضيق، فازاي الدم هيدخل ويروح للقلب؟ ازاي؟ فيحصل هبوط، هبوط بقى على ارتفاع في الضغط، مش ضغطك مش متظبط، وتجري تاخدي برشامه الضغط. طب انت بتعالجي ايه؟ ان ضغطك عالي او واطي فبتاخدي برشامه الضغط؟ طب ما تعالجي السبب، انت بتعالجي العرض، لما ضغطك بيعلى بتجري تاخدي برشامه الضغط. طب ايه سببه؟ وزنك زايد، ممكن تكوني رفيعه، لو عندك دهون في البطن، دهون في الكبد، اخلصي منهم فورا، مفيش ضغط، اتحلت. ده اسباب الضغط. اسباب الضغط ايه تاني يا بسابيسو؟ نقص مغنيسيوم، بوتاسيوم، سيلينيوم، وطبعا الكبير قوي، ومن حق الكبير يتدلع، فيتامين د. كل ده اسباب الضغط العالي. عندك مغنيسيوم في جسمك؟ الكالسيوم كويس، انا الكالسيوم بنسبه 90% كلنا عندنا كالسيوم في جسمنا، عشان الكالسيوم موجود في كل حته، موجود في الميه حتى اللي بنشربها، انتوا متخيلين؟ فالكالسيوم موجود عندنا، انا ما بحبش حد ياخد كالسيوم كتير عشان خاطر ما يروحش يترسب على الكلى والكبد، احنا مش ناقصين والنبي، احنا بنعالجكم بالعافيه. يعني مغنيسيوم، الضغط عايز كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم وسيلينيوم وفيتامين د. مغنيسيوم بيرخي، والكالسيوم ينقبض في كل اجزاء جسمنا. من اقوى المعادن معدن المغنيسيوم اللي مفيش حد بيتكلم عنه، مش فاهمه ليه. دراسات موثقه في 2012، دكاتره وعلماء كبار جدا قالوا اسباب الوفاه الفجأه. شفتوا انتوا فنانين كتير جدا فجأه بيلعب رياضه في الجيم، وهوب وقع الراجل، طب سكت، طب مات. زي طبعا الف رحمه ونور عليه الكابتن احمد رفعت، الف رحمه ونور عليه. ومين تاني؟ العريس اللي هم كانوا بيتكلموا عنه، والسوشيال ميديا كانت قلبة الدنيا عليه، الفيسبوك وكده، عريس الشرقيه، فجأه الراجل قاعد يرقص بقى ومندمج وهوبا ويتنطط ويعمل، والفرح خلص، وهو مروح مع مراته بقى، لسه لابس البدله، وهي عروسه، لابسه عروسه. طبعا كل ده قضاء وقدر ربنا، طبعا بنرضى بيه الحمد لله، والله يصبر اهله. ولابس البدله وخلاص الفرح خلص، ورقص وهيصه وبتاع. انا بحكي لكم ايه الحكايه عشان الناس اللي مش عارفه. راح الراجل بقى ركب عربيته بيتزف بقى لبيته، وفجأة راح مرمي على كتف مراته، كتف العروسة، خلاص بقت مراته. فهي قعدت تصحي فيه فاكراه بيهزر، مش دماغها مش مستوعبه. ما دي حاجه يعني ربنا يا رب ما يكتبها لحد، والله ربنا ما يكتبها لحد. انا اصلا لما بفتكر يعني ببقى عايزه اعيط مش عارفه ليه. الحادثه دي بتفكرني ببنتي جدا، لان انا برضو كنت قاعده معاها وبتتكلم معايا، ويا ماما انا بحب الرسم، فانا كراسه الرسم بتاعتي خلصت، هاتي لي كراسه ثانيه. كحت شويه بعد كده راحت بصالي وهوب توفت قدامي. فده برضو من الحاجات اللي وطلع عندها مشكله يعني في القلب. انا اول مره اقول الكلام ده على فكره. المهم الف رحمه ونور عليها وعلى كل اموات المسلمين. فالعروسه بقت تقول له لا انت بتهزر معايا، انت بتهزر معايا، فوق مفيش. جريوا بيه على المستشفى، قال لك خلاص القلب توقف، مات. ليه؟ في ناس كتير بتقول في اسباب كتير قوي بتحصل، وفجاه بنشوف الموت الفجأة، والناس تقول لك دي من علامات يوم القيامه، والشباب بتموت ومش عارف ايه، حاجات كتير جدا. ففي 2012 قعدت كده ايه اقرا كده ايه يعني انا عيني مش ناقصه اصلا، يعني انا من كتر الحزن على بنتي انا عيني كانت هتروح، يعني عشان كده تعباني دايما، عشان بس الناس اللي بتقعد تقول لي بتبربشي او بتعملي عينيكي كذا، عيني تعباني بقالي قعدت 5 سنين عيني تعباني جدا، فدي اثرها يعني اعمل ايه؟ باخد ادويه لحد دلوقتي ومنعتها لانها مفيش فايده يعني. المهم ايه بقى الاسباب؟ في عالم كبير قوي مش مهم الاسامي اسمه يعني ستيفن جوردني، قال في عام 2012، ودي دراسات موثقه يا عيله، ها كل اللي بتشوفوني، قال لك ان لما كشفنا على الشباب، خصوصا الشباب او حتى الرجاله الكبار او الستات اللي فجاه قاعد معاك كده وراح مات، اكتشفنا ان بيحصل تجلط دموي، جلطه فما اتلحقتش، محدش لحقها ودوبها، او توقف القلب فجأة. فلاحظوا عملوا تحاليل كتير قوي لناس من اللي ماتوا فجأة دول، فلقوا ان عندهم نقص شديد في المغنيسيوم، والله العظيم معدن المغنيسيوم، لقوا نقص جديد في معدن المغنيسيوم. انا قلت الدراسات دي ازاي والابحاث دي ازاي ما حدش بيتكلم عنها؟ ازاي؟ عشان كده دايما بقول لكم المعدن ده من اقوى واهم المعادن اللي في جسمك، المغنيسيوم. ما ينفعش اعضاء جسمك يكون ما فيهاش مغنيسيوم، سواء بتخسي او ما بتخسيش، سواء بتعالجي عظمك او ما بتعالجيش. المغنيسيوم اساس اعضاء جسمك، عشان نخس ونبقى بصحه كويسه والقلب يشتغل بكفاءه عاليه لازم مغنيسيوم. طب ما المغنيسيوم كمان موجود في قرص العظام. ايه ده بجد؟ طبعا المغنيسيوم بيرخي عضلات جسمنا، هو اللي بيرخي عضلات جسمنا. ليه؟ عشان نبدا نبني عظام جديده. القرص العظام والله بيعمل كده، والله. سيبنا بقى ايه من كورس حبيب قلبنا كشور الاسباجول. يعني احنا لما ناخد كشور الاسباجول يا دكتور بسمه هنخس، هتبقوا بصحه كويسه وتخسوا. انا اهم حاجه عندي الصحه كويسه، انتوا كلها منكم الكساسه، ما انتوا طبعا هتخسوا، عشان ما انت لو صحتك ما خستش صحتك هتفضل متدهوره. وبعدين بعالج لك مشاكل الجهاز الهضمي. بلوشي اهو واديك معلومات حلوه ايه، هاتوا 20 جنيه، مش هتجيبوا انتوا حرين ماشي. وهفضل مثبته العرض عشان حبايبي اللي من العيله قالوا لي مش عارفه انا داخل جمعيه او هجيب ايه و العرض حلو جدا والحمد لله، حتى بعد اضافه المواد الفعاله الجديده الخاصه بيا في كورس العظام وكورس التخسيس، وحتى في الشعر وفي البشره ما غلتش جنيه واحد. الكورس زي ما هو، الخصم زي ما هو، خصم 45% على الكورسين، والكورس الثالث هديه بالكريمات، يعني بيجيلك 6 علب كريمات على ال3 كورسات بتوع التخسيس، وبيجيلكوا برضو 6 علب كريمات على كورسات العظام، 3 كورسات العظام، كورسات العظام 3 علب فوار، وعلبة كبسولات من العيار التقيل قوي قوي، الناس اللي رجلها بتنمل واعصابها مشدودة ومرتخيه كده الحقيني يا دكتور، ده انا على طول ايدي عامله كده، ده انا على طول ايدي في ناس كده بتبقى عضلاتها فيها رعشه، يعني ربنا يحفظنا يا رب جميعا. رجلها منمله بتورم، ما بتقدريش تمسكي حاجه في ايدك ممكن تتكسر، ما بتقدريش تحملي على اي حاجه، بيجيلك الام غريبه في مناطق كتير قوي في جسمك، يبقى انت كده عندك التهابات في عظمك، عندك ارتخاء في الاعصاب. عايزين حاجه تقوي الاعصاب. ايه اللي بيقوي اعصابنا يا بسابيسو؟ فلوس اكيد طبعا، لا طبعا لازم كده. جسمك ناقص مغنيسيوم، فيتامين ب 6 وب 12 ومركب السيامين. ايه مركب السيامين ده؟ ده تحفه، ده هقول لكم بعدين. وعشبه الجينكو بلوبا. ايه عشبه الجينكو بلوبا دي؟ العشبه دي من اقوى الاعشاب اللي بتستخدمها كوريا والصين. شفتوا كده بسم الله ما شاء الله سلفه سو كده رفيعين وبيشتغلوا بال 16 وال 18 ساعه. الناس دي يا جماعه ما بتتعبش، الله اكبر. يعني الناس دي عظمها ما بيتخلاش، ولا يا اختي الطفل الصغير ولا راجل كبير عنده 90 سنه يقعد يعمل حركات لولهبيه وينط ومش عارفه ويفتح حوض ويرفع رجله ايه ده؟ و90 و80 و80 و90 سنه، ودي اهي جايبه لكم الصوره دي. العشبه عشبه الجينكو من اقوى الاعشاب اللي الكوريين كلهم مستمرين عليهم، عشان كده بسم الله ما شاء الله اولادهم لحد 90 سنه هناك ما شاء الله يعني ربنا يديهم العمر بيعيشوا كتير. ودي طبعا لما انا جايبها لكم بقى، بصوا بالاثنين انا مدلعاكم الاوراق الجينكو، ولما اتطحنت بقت باودر طبعا بتخش في كذا. انا قلت لكم طبعا دي بقى ايه بتاعه المعامل والمختبرات، ودي لما اتطحنت موجوده طبعا بنسبه كبيره جدا في الكبسولات وفي فوار العظام. في الكبسولات وفي فوار العظام لازم الجينكو. فالكوريين بيعيشوا فتره كبيره وبيعملوا، تلاقي الراجل 90 سنه وشايل حاجه قد كده تقيله وماشي بيها. احنا ما بنحسبكوش والله، عشان لو حد يجرى له حاجه يقول لك ده عين بسمه. لا يا اخويا مش عين، عيني حلوه. فالراجل ده 90 سنه حرام شيلوا عنه. يقول لك يا عم شيل ايه يا عم، ده احنا محتاجين اللي يشيلنا يا عم، ده انا ماشي بالمراهم. وتقعدوا تهرجوا لما تشوفوا ده على الفيسبوك ولا على السوشيال ميديا، تقول ده انا ماشي بالمرهم وعندي 30 سنه. يا خرابي يا عربي، ده انا عندي 28 سنه وماشي بالادويه. ايه ده بجد؟ طيب الناس اللي بتشتغل كتير او بتقف كتير زي كده لازم تحتاج حاجه للاعصاب ومقوي اعصاب، والجينكو لازم. يعني انا بصراحه انا مستمره عليه على طول على طول. طيب الكبسولات يا دكتور بسمة اهي، فيتامين ب1 ب6 ب12 عشبة الجينكو دي من اهم الاعشاب اللي لازم تكون في العظام. ليه بقى؟ عشان العشبة دي فيها 4 مواد او 4 اشياء المفصل مش هيرجع تاني يتجدد، ولا الفقرات ترجع تاني مكانها اللي هي حصل ليها سبلكسيشن، يعني زحزحه في الفقرات. دي صوره الكبسولات اهي عشان تبقوا شايفينها وعارفين حاجتكم. دي مليانه عشبه الجينكو، فيها ب6 وب12، لازم دول للاعصاب. ممنوع، بصوا لازم ناخد مش عظام بس، احنا لازم ما ينفعش يكون عندنا في جسمنا نقص فيتامين د او ب او عائله ب كلها، لا ب6 وب3 وب12. اهمهم على الاطلاق في مجموعه ب، عائله ب، ب12. ليه؟ عشان ده اللي بيساعد في ضخ الدم في كل شرايين الجسم وكل الاوعيه والانسجه والخلايا بتاعه الجسم، او هو اللي بيجدد الدم في الاوعيه. ده مهمه من مهماته كتير، بس احنا دلوقتي في الجينكو يعني عشان كده كان لازم يكون موجود، لانه بيضخ كمان الدم للمفاصل وللعظم. عشان ايه؟ يتنفس، نقدر نجدد العظم. اللي عنده عايز يركب مفصل والله ما تركب مفصل واستنى وجرب وامشي بس عليه 3-4 شهور وشوف الحلاوه بس من اول 10 ايام او اول شهر. اي حد عنده مشكله في العظام بيقف كتير في شغله، بيتعب جامد، ده الباور الرهيب، بيدي طاقه من هنا للصين. امال الكوريين بيشتغلوا بال18 ساعه ازاي يعني؟ بسم الله ما شاء الله. تقف على رجلك كتير، بتسوق وقت كبير قوي، يعني انت ممكن تكون مثلا شغال سواق فبتسوق فتره كبيره، انت مثلا بتكوني بتشتغلي في مكان مثلا مول او حاجه، بتنزلي وطالعه ونازله، ست بيت عماله يا عيني تنفضي في السجاجيد والعيال تجري وراهم هنا وهنا، ومش قادره تعملي شغل بيتك، ده كده التهابات داخل العظم، او طبعا وزن زياده. اتفقنا. حد يسألني ينفع ناخد كورس التخسيس مع كورس العظام يا بسابيسو؟ اه طبعا، ده حلاوتهم مع بعض، مفيش فيهم اي مشكله. كورس العظام ينفع للاطفال من اول برضو سن البلوغ، من اول سن البلوغ. عشبه الجينكو موجوده في الفوار اهو يا اختي. هي قطنيتي يعني، لا القطنيه كويسه الحمد لله. ده حبيب ماما قوي وده حبيبي كلهم. عشبة الجينكو بلوبا هنا وهنا، عشبة الجينكو بلوبا. ليه مهتمية بالجينكو بلوبا؟ أنا قلت لكم ده الكوريين بسم الله ما شاء الله عايشين عليها. طبعا لازم ب 12، عشان ب 12 بيخلي عشبة الجينكو تمتص بسرعة في الدم. عرفتوا ليه ب 12 كمان موجود في الكورس؟ أنا بلعب أنا. بصوا بقى، في حاجة اسمها كوندرتين، ما تركزوش في الأسامي بس لازم أقولها. كوندرتين، جلوكوزامين، هاليرونيك أسيد، التلاتة دول هم غضاريفك، هم الغضاريف، التلاتة دول هم الغضاريف. لو مش موجودين هتحسوا بآلام مفزعة. ورونا صور الآلام اللي الناس بتحسها، هوريكوا صور، كل حد فيكم كده يتفرج ويقول مع نفسه أنا أنهي واحد فيهم، وأقول لكم ده طبعا سبب إيه؟ أي آلام بتحسها. أدي أول حاجة الركبة. يا ركبتي يعني يا دكتور بسمة، ده كده ايه؟ خشونه والتهابات من الطراز الكبير قوي الاحمر ده. معلش ارجع له ركبه تاني، لسه الركبه خشونه في الركبه، مش قادر اتنيها، مش قادر افردها، يبقى انت كده عندك مفيش غضاريف، الغضاريف هلكت. تقول لك ارحمني، يعني مفيش الماده اللزجه، الماده اللزجه اللي بتبقى بين المفاصل اسمها جلوكوزامين، دي اللي بتخلي المفاصل ما يحصلش احتكاك ببعض فتحس بالألم ويحصل التهابات. الكوندرتين ده اللي بيقفل العظام بتاعتنا. الهاليرونيك أسيد دي المادة الفعالة بتاعة الفقرات المزحزحة اللي هي السبلكسيشن، يعني الفقرة مش في مكانها. هاتولنا بقى اللي بعده يا شباب. بصوا عند قفاه، طبعا العمود الفقري بيكون من أول الدماغ، من تحت الدماغ لحد القطنيه. ده من فوق كده ليه حاسس بألم من عند رقبته؟ يبقى لإلا واحد عنده نقص في الكوندرتين والجلوكوزامين والهاليرونيك اسيد، اي حاجه فيهم الثلاثه دول بتوع العظام، دول اساس غضارفنا. نقص من الثلاثه دول تعب شديد وألم شديد جدا جدا، زي ما انتم شايفين بيحصل التهابات داخليه قويه جدا، فده ممكن يسبب زحزحه للفقره. الفقره لو زحزحت كده حتى 1 مللي تحصل ألم فظيع فيبقاش قادر. والزحزحه دي ان الفقره ما تبقاش في مكانها، ممكن تكون بنسبه 1 مللي او 2 مللي. ممكن لما تيجي تعمل فحص وتشوف الألم ده بسبب ايه ما يبانش في الفحص، بس دايما لو فكرتوا حد يعمل حاجه زي دي تعملها وانت واقف الاختبار ده، وانت نايم مش هتبان في الاشعه، لان وانت نايم لو الفقره فيها مزحزحه كده سبلكسيشن مزحزحه، يعني 1 مللي ممكن ما تتشافش وانت نايم وبتعمل الاشعه، انما وانت واقف تتشاف. يلا معلومه على الماشي. هاتوا لنا اللي بعده يا شباب. ده في منتصف الظهر وداخله على القطنيه. طبعا القطنيه بتكون تحت خالص، فوق بتكون فوق المؤخرة. ده كده عنده اللي أنا لسه كنت بتكلم فيه، زحزحة في الفقرات. الفقرة السلسلة بتاع ظهرنا من ورا لازم تكون متساوية ورا بعض كده، دن 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 ورا بعض، ما ينفعش أي واحدة فيهم تختل عن التانية، تروح يمين ولا شمال على بيتك على طول. فطبعا في واحدة من الفقرات جاية يمين والتانية جاية شمال، فعلى طول تبقى مش قادر. هي ممكن الفقرات دي يا دكتور بسمة ترجع تاني مكانها؟ طبعا، ويا سلام بقى لو احنا لحقناها وهي لسه 1 مللي او 2 مللي، يعني فيها سبلكسيشن زحزحه، يعني زحزحه في الفقرات 1 او 2 مللي لسه في الاول اهو قبل ما تزحزح خالص وتختفي. ده سببها ايه؟ اللي ماسك السلسله كوندرتين، جلوكوزامين، هاليرونيك اسيد، وبعد كده مغنيسيوم، ونحتاج معاه كمان ايه؟ ب12. بس الاساس الكوندرتين، والله هحفظها لكم، هتحفظوها. كوندرتين، ها، جلوكوزامين، هاليرونيك اسيد. ده لو حاجه فيهم نقصت يحصل كل المشاكل والالتهابات بتاعه العظم. طيب يعني احنا ناخده وبعدين هقدم لكم في الاهلي على طول، هقدم لكم في الاهلي ما تقلقوش. بعد ما ناخد الكورس شوفوا بقى صحتكم وعظمكم هيبقوا في حته تانية، بلاش تعملوا عمليات، جرب، خلي عندك امل. يعني انا ما بتحركش يا دكتور بسمه، معقول هتحرك؟ اه، خلي عندكم امل وجربوا، والحمد لله والشكر لله. كان الاول، وبقولها ما ينفعش اقول كده بس هقول عادي، انتوا عارفيني يعني، كان الاول الكورس في نسبه قليله من الجينكو، عشبه الجينكو اللي انا بقول لكم اللي هي جواها اساس الغضاريف والفقرات، ووريكم الالام، وفي الام كتير جدا، في الام هنا، كل ده التهابات داخل المفاصل والعظم، في الام، في كذا صور كتير جدا بس عشان وقت الحلقه، الام في كل مكان، يعني مثلا في الحته دي كده التهابات، وفي نفس الوقت اعصابك تعبانه. الناس اللي كل شويه تقعد تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده وطقطق، ده انت كده عندك حضرتك اعصابك بايظه. فعشان كده موجود به 6 وبه 12 والجينكو بلوبا، بيساعد على تقويه الاعصاب جدا، ما يخليكيش هشه كده، لا ده انا قويه قوي، سوبرمان. انا مسميه الكورس العظام ده سوبرمان. طيب بعد كده انا كنت بقول لكم فالجينكو كان قليل، فانا قلت ايه، لا ده دي بتحتوي على، دي فيها اساس بناء العظم، استيوكلاستي واستيوبلاست، هدم وبناء العظم، يعني استيوكلاستي واستيوبلاست. فالكوندرتين والجلوكوزامين والهاليرونيك اسيد اساس العظم والغضاريف بتاعتنا. فقلت طب خلاص عشبه الجينكو موجوده معانا، يبقى لازم ازود الماده الفعاله بتاعتها. فزودت الماده الفعاله في الفوار وفي الكبسولات، وحطيت لكم زيت شجره الشاي في الكريمات، وزيت المغنيسيوم وزيت الكافور في الكريمات، الكريم وجل، بيجي لك في كورس العظام علبه كريم وعلبه جل، ودي زيت شجره الشاي اهي، بصوا تحفه. زيت شجره الشاي ليه نوعين، نوع للجلد ونوع للعظم، انا بقى حطيتهولكم في كريم وجل العظم، عشان كده بقول لكم في كورس بسابيس وبس، اه انا اللي بتعب وانا اللي بجيب المواد الفعاله دي. يبقى دول يا دكتور بسمه، اه يا وستيان، ده الكريم بيتحط الصبح على اي مكان في العظم، اتفرجي على الحلاوه، زيت الكافور وزيت المغنيسيوم، زيت المغنيسيوم اه عشان يرخي، ده غير انه من اقوى المسكنات للعظم. وده الجل قبل ما ننام ندهنه في كل مكان في جسمنا، تعبنا في عظمنا، التهابات كله جلدنا فقط، ما حدش يحط روحه في وشه. ده بيجيلك علبتين على كل كورس، يعني كل كورس عظام مكون من علبه كبسولات او علبتين غالبا، لا علبه كبسولات، وثلاث علب فوار، وعلبه من الكريم العظام، وعلبه من الجل، الجل اللي هو الاحمريكه بالليل قبل ما ننام، وده الصبح، او ده نخليه بالليل لمده اسبوع وبعد كده نبدل، وده يبقى بالليل لمده اسبوع، يعني اسبوع ده واسبوع ده. انت بيجيلك 3 شهور كورس، 3 شهور، يعني هيجيلك 6 علب من دول، 3 من دول و3 من دول، 3 شهور كورس عظام بخصم 45% على الكورسين، والكورس الثالث ده هديه، انت مش دافعه فيه حاجه. اوعوا كلموا الفريق تقول لهم دكتور بسمه قايله الكورس الثالث هديه، يعني هتاخدي علبه كبسولات وعلبتين، واحده كريم واحده جل و3000 فوار ببلاش، هما بس كورسين عليهم خصم 45%، والكورس الثالث هديه. نفس الشيء كورس قشور الاسباجول، كورس المعده والراحه، اه والله، وضبط الهرمونات بتاع جسمك، الاستروجين والتستوستيرون بتاع الذكوره، نفس الشيء خصم 45% على الكورسين، والكورس الثالث كله هديه لحد باب البيت، ويبدا الفريق يتابعك. طبعا انا بتابع مع الفريق. طيب تعالوا اوريكم النهارده وصفتنا، حبيبتنا نورت بيتنا. حد قال لي طب انت النحافه يا دكتور بسمه مش مهتميه بيهم، ليه؟ لان قلت لسه ما فيش كورس نحافه كويس يعتمد عليه، فانا عملت لكم الوصفه دي حلوه جدا للنحافه، واشربوها 3 مرات في اليوم، مره على الريق ومره في نص اليوم ومره قبل ما ننام. تمام؟ تمام. طبعا اللي على فكره يعني ومقاديرها مش غاليه يعني، هنجيب موزه واحده ونقطعها شرايح، مقاديرها هي على الهواء. اللي عنده نحافه ووزنه قليل سواء اطفال او سواء كبار ايا كان السن ياخد الوصفه دي حلوه جدا. على الريق كمان تبقى تحفه، وقبل ما ننام ده ضروري، يعني ممكن ناخده مرتين على الريق وقبل ما ننام. الوصفه بقى معانا ايه؟ معانا لبن بودر، معلقه كبيره لبن بودر، موزه واحده متقطعه شرايح، معانا معلقه كبيره عسل نحل، وكيس فانيلا. الكيس الفانيليا ده اللي بيتباع في اي سوبر ماركت، هاتي كيس صغير دوبك بيبقى فيه شويه صغيرين كده حلوين، وقرفه بودر وقرفه مطحونه، يعني قرفه مطحونه ولبن بودر. ينفع لبن العادي؟ اه ينفع، ما عنديش مشكله. ويا سلام لو لبن الماعز، بس مش عارفه ده فين بيلاقوه فين. بس انا بفضل باللبن البودر. طيب بنعمل ايه؟ بتجيبي كوبايتك وتكون ميه سخنه، طبعا الموزه بتهرسيه قوي. طبعا انا مش هعرف اهرسه بالمعلقه، انت بتهرسيه. على فكره انت هتعمليه كانك بتاكلي وجبه. احنا ممكن نحط من موزه الى 2 موزه. عايزه اقعد والله، اهو هعمله بالسهل. لا ده مستوي والله، الموز والله مستوي جميل اهو. حاضر، بصوا انا بس بحاول اهرسه قدامكم. طب بعد كده بنقوم حاطين لبن البودر في البوله، بسم الله. هو احنا ممكن ناكله ونشربه؟ طبعا، لا تضربوه، كل المقادير دي تضربوها في الخلاط وتصفي وتشربي، لا تعملوها كده كوجبه قبل الصبح وبالليل. ادي القرفه كوجبه بقى، وادي الفانيليا بسم الله. طبعا الكيس انتوا عارفين مبيبقاش فيه اصلا غير حبه صغيرين. شكرا طبعا للانتاج، والله بيتعبوا معايا بيجيبوا لي كل المقادير اللي بطلبها. وادي معلقه كبيره عسل نحل. خطيره، ده غير كمان بتدي طاقه ونشاط. ابنك بقى داخل المدرسه، ولادك بصي بقى وتبداي تقلبي وتحطي بقى شويه ميه. ولادك اللي داخلين المدرسه اعملوا لهم ده الصبح قبل ما يروحوا المدرسه. شوفي بقى الطاقه والذاكره كمان، الناس ولادك عشان خاطر يركزوا مع الميسز في الكلاس في الفصول، يعني يركزوا مع المدرسات بتاعتهم. اديله المشروب ده او وجبه، شوفوا انا عملته كوجبه. تمام، عشان ما فيش خلاط اعمل لكم الله ما تزهقونيش، ما فيش خلاط انا مالي، فعملتها لكم بس هي تنفع في الاثنين عادي. تجيبي الموزه تهرسيها وتحطيها زي ما انا عملت، معلقه كبيره قرفه بودر، معلقتين كبار لبن بودر، شويه ميه سخنين، كيس فانيلا او كيسين فانيلا، يعني المهم تجيبي لي معلقه كبيره من الفانيلا، ومعلقه لمعلقتين كبار عسل نحل. تحطيهم كوجبه او تاخدي كل المقادير دي وتضربيها في الخلاط، وبالهنا والشفا. بصوا انتوا ممكن تاخدوها وتاكليها لطفلك، ما فيهاش اي مشكله، حاجات طبيعيه ما فيهاش حاجه، دي مفيده جدا جدا. تاكليها الاطفال من سن كام الاطفال؟ من اول ما يبدا ياكل ممكن تديها له، تحفه تحفه. ليلى يشربها او تعملها له كوجبه، بس لو هتديها له كوجبه زودوا الموزه، يعني حطوا 2 أو 3. طيب انا كده خلصت حلقتي الارقام على الهواء. خلوا بالكم الكريمات بناخدها مع الكورسات بتبدا تخلص، فالكريمات ممكن ما تلاقوهاش، عشان كده دايما العرض بيخلص بعد ما بمشي بقى، يعني سلام عليكم، بساعه او نص ساعه. اهم حاجه بس عشان اضمن ان الكورسات تبعي لازم تقولوا لعائلتي او للفريق بتاعي ان انتم من عائله دكتور بسمه او عائله يلا نخس. بحبكم في الله، اشوفكم بكره بامر الله إذا أحياني ربنا، الساعة 6 مساء على شاشة الصحة والجمال HBC، والإعادة بتكون الساعة 2 بالليل. أشوفكم على خير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم.